اعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه حديثنا اليوم عن اقتحام مجلس الامه او دخول مجلس الامه لمناقشه هذا الموضوع معنا اليوم اخونا المحامي يعقوب الصالح مرحبا فيك يا مرحبا ابو شرف وجودك ويانا اليوم الله يسلمك طول زيدنا بأمرك شرب. طول نتكلم اخوي يعقوب عن اقتحام او دخول مجلس الامه الكويتي شنو رايك في هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قبل لا اتطرق من الناحيه القانونيه ابو احمد راح اتكلم من الناحيه الانسانيه حقيقه انا متعاطف من الناحيه الانسانيه مع الشباب المغرر واسرهم وامهاتهم وزوجاتهم وابنائهم يعني هذه الطبيعه البشريه لاي انسان يحمل ذره انسانيه لكن ايضا في المقابل من الناحيه القانونيه في هذه القضيه قضيه الاقتحام او قضيه الدخول مرتبط في ارتكاب عده جرائم بكل تاكيد هذه القضيه لا يختلف اثنان في الحقل القانوني الجزائي على ان هذه جريمه دخول المرفق العام او اقتحام المرفق العام وعالجته الماده 200 49 الماده 254 وما اقترن من هذا الدخول من افعال بكل تاكيد افعال لا يقبلها الشارع الكويتي على سبيل المثال تفضل الاعتداء على رجال الامن مقاومه رجال الامن وشل حركتهم ومن ثم مقاومه رجال حرس المجلس وشل حركتهم والاعتداء عليهم وما قارن هذا الأمر من هرج ومرج ومساس بالذات الأميرية اللي نص عليها القانون والحكم الاستئنافي وأيضا ما اقترن عليه من تجمهر و اتلاف المال العام للمرفق وكسر باب قاعة عبد الله السالم والتمثيل في قاعة عبد الله السالم لا يمكن لأي إنسان عاقل يقول بأن كل هذه الأفعال الإجرامية لا تشكل عقوبة إنما أحمد أقول للاسف الشديد يعني في وقت تعاطفي مع الشباب الكويتي والشباب اللي اتهم في هذه القضيه لا اتعاطف مع المحرضين والذين غرروا بهؤلاء الشباب. ليش؟ لان اليوم هم نواب الامه وتوقعوا هذيل الشباب انا قاعد اتخيل وقت من الاوقات احنا كنا نرى اعضاء مجلس الامه رجال دوله لا يمكن ان يقحموننا في التهلكه وبعدين انا اليوم كشاب مغرر في لما ارى عضو مجلس امه يملك الحصانه يقوم بكل هذه الافعال اتصور ان هذا الفعل مباح ومشرعين ها وهم مشرعين فبالتالي انا لا اتعاطف مع نواب مجلس 2009 الثمانيه الاول بكل تاكيد واتعاطف تماما مع الشباب. هؤلاء الشباب لذلك اوجه نصيحه لاسر هؤلاء الشباب والشباب نفسهم ودفاع هؤلاء الشباب ان لا ينغرون ولا يمشون وراء المسلسل المستمر هؤلاء النواب السابقين في موضوع الدفاع انتم لو قراتم حكم الاستئناف لفهمتم ما بين السطور بان هناك اختلاف في المراكز القانونيه في موضوع التجديد في العقوبه والتخفيف في العقوبه لذلك اليوم مساله التبجح بان ما قمتم به هو عز وفخر لمحاربه الفساد هذا الكلام غير صحيح لانه لا يعقل ان نعامل جريمه بجريمه اخرى على فرض ان هناك فساد و... ونؤكد بانه قد يكون بالفعل هناك فساد بقضيه الايداعات وقد تكون قضيه التحويلات، لكن بحبت. هذا لا يعني باي حال من الاحوال اني انا اعامل الجريمه بجريمه اخرى صحيح. واقول ان هذه من باب حريه التعبير، هذه اي حريه تعبير؟ حريه تعبير ارتكب جريمه، عيل والله ممتاز اروح ادش بيتكم اقول هذه حريه تعبير. قالوا ان دخول بيت الشعب هذا. انا اقول لك قياس مع الفارق. بيت الله سبحانه وتعالى اللي هو المسجد إيه؟ بيت الله يمكن تدري في كثير من المساجد خلال أوقات ما بين الصلاة يعني خارج بقوله. أوقات الصلاة يغلقون الباب إيه؟ اكسر الباب هذا فعل مباح اكسر باب بيت الله إذا هو بيت الله ما يجوز لك أنك أنت تكسر بابه إذا إيه. كان خلال فترة ما كانت فترة الصلاة لذلك أنا بقول لك سالفة تفضل واذكرها بحكم ان انا كنت مطلع على هذه القضيه قضيه الاقتحام الله يرحمه العم جاسم الخرافي الله العم جاسم الخرافي كان رئيس مجلس الامه في مجلس 2009 وتم الاتصال فيه باعتباره رئيس مجلس الامه وهو المهيمن على مرفق مجلس الامه صحيح وهو بيت الامه وقالوا له تبي القوات الخاصة عيونك؟ قال لا 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 القوات الخاصة معناتها احتكاك مع هؤلاء الشباب وانا لا يمكن باي حال من الاحوال اضر الشباب ويصير هناك احتكاك بين القوات الخاصة وبين هؤلاء الشباب. مم. شوف رجال الدولة شوف الفرق بين رجل دولة رغم ان كرامة هذا الرجل مست وتم اقتحام مرفق هو يتراسه وكان بتلفون واحد استدعاء القوات الخاصه وطرد المقتحمين من مرفق السلطه التشريعيه لكن هو اثر على نفسه مخافه من مخافه على هؤلاء الشباب خوفا ايضا من الفتنه وفرق بين من يحرض على ارتكاب جرائم ويقول لهم ان هذا الفعل هو ما هو فعل العز والكرامه، اي صح. عز وكرامه انت ترتكب جريمه، باكر انت خليت خليت الفوضى عارمه في هذا الموضوع، انت نائب وانت كنت على راس عملك في مجلس 2009 وانت تستطيع ان تقوم بالاستجوابات المتكرره اذا انت ترغب بتوصيل صح. رساله او استخدام ادواتك الدستوريه ايا كانت، سواء من الاستجوابات صح. او من خلال لجان التحقيق سواء في لجنه التحويل لجان التحقيق فيما يخص التحويلات او لجان تحقيق فيما يخص الايداعات لكن انت لم تتوانى الا بالتحريض على الفوضى والهرج ممتاز. والمرج خندش على محور يعني هم اشادوا بالقضاء في الحكم الاول انه اعطاهم براءه الحكم الثاني الاستئناف اعطاهم عقوبات على وفق العمل اللي قاموا فيه ممكن تعطيني وانت مطلع على الحكم الاسباب اللي ادت ان القاضي يحكم بهذه الاحكام اللي صدرت على المتهمين الحاليين حكم يعني انا طبعا دائما لا اود ان اتطرق إيه؟ الى استحسان او استهجان حكم اول درجه او حكم محكمه الاستئناف ممتاز. لا طالما ان هذه القضيه لا زالت منظوره الان امام محكمه التمييز لكن انا اتكلم بصوره بس عامل. العقوبه على دخول مجلس قاعه عبد الله السالم ولا التصادم مع رجال الامن؟ لا لا عده عده افعال عده افعال ناقشها حكم محكمه الاستئناف، يعني انا انقل لك ما يعني ذكره ذك... ذ... حكم الاستئناف في بعض عباراته في في سبيل التعرض ايرادا وردا على حكم محكمه اول درجه قرر بان مجرد لمحكمه اول درجه ان ابدت رايها في رأيها الخاص في قضية الاقتحام واعتبرته أن من باب حرية التعبير دون الخوض في أدلة الثبوت ودون الخوض في أدلة الاتهامات التي وجهت والأفعال التي يعني قدمتها النيابة العامة في صحيفة الاتهام فهي أصبحت غير صالحة لأن الدائره اصبحت تتكلم عن وجهه نظرها الخاصه وليست ما تم من افعال داخل قضيه الاقتحام. لذلك اصبحت الدائره غير صالحه لنظر هذه الدعوه. في محكمه الاستئناف قررت بان الافعال التي تم يعني القيام بها بفعل اجرامي خاصه في الثمانيه الاول تتعلق ب التعدي على رجال الامن ومن ثم التعدي على حرس المجلس وذكرت التقارير الطبيه التي قدمت في ملف القضيه وايضا شل حركه رجال الامن وشل حركه رجال حرس المجلس وايضا تحريضهم على العصيان بعدم طاعه الاوامر وتشبيه الوضع في العالم العربي والثورات الربيع العربي بان انظر الى الجيش المصري كيف سلم السلطه هذا حسب ما قراناه في اوراق هذه القضيه ومن ثم بعد ذلك التجمهر ومن ثم بعد ذلك كسر باب قاعه عبد الله السالم وذكر حكم محكمه الاستئناف بان على فرض جدلي يعني التهليل وال و و يعني الشعور بالغبطه والفرح بعد كسر باب قاعه عبد الله السالم والتمثيل داخل قاعه عبد الله السالم لا تنم عن ادعائكم بان هذا الدخول كان بحجه الهروب من رجال الامن ومع ذلك لو على فرض جدلي والجدل خلاف الحقيقه مثل ما ذكر بانه على فرض جدلي ما هو السبب ان ان تقوموا بكسر باب قاعه عبد الله السالم كان بامكانكم الاحتماء في اروقه مجلس الامه وممراته وصالاته والاكتفاء بهذا الامر لكن لا يبدو عليكم الذعر من خلال ما شاهدناه ومن شا ومن شاء ومن خلال الصور كانت واضحه الصور كانت أيضا واضحه ايضا من التصريحات اللي ايه؟ ذكرها المتهمين الثمانيه آه الاول، لذلك يعني حكم محكمه الاستئناف انا بوجهه نظري القانونيه اصاب كبد آه الحقيقه بكل, بكل تاكيد ارجع واقول ان من الناحيه الانسانيه وادعوهم وادعو الشباب وخليفهمون ولا ولبيب بالاشاره يفهموا أن تغيير مسار الدفاع ولا يكون الدفاع مماثل بين الثمانية الأول عن بقية المتهمين لأن المحرضين يختلفون تماما عن الشباب المغرر بهم يعني بكل أمان أخوي عقوب غرر بالشباب بكل كان المفروض النواب السابقين نحن. أو عارفين القانون وعارفين التشريع يمتنعون عن دخول قاعة عبد ودخول مجلس الأمة لأنهم يعرفون مدى العقوبه التي سوف تسقط على البث على راح يواجهونها اذا الشباب المسلسل على فكره إيه؟ حتى هذه اللحظه المسلسل مستمر تعال شوف مقترح قانون العفو العام راح نتكلم عليه راح نتكلم بس نقول على قضيه الشباب قرر بهم بكل صح؟ تاكيد غرر بهم بكل تاكيد ممكن المطالبه لهم بالتمييز بالرافه شوف هذه مرتبطه في موضوع القضيه إيه؟ نفسها طبعا اليوم لا نصادر على الدفاع ان يحاول بشتى انواع الطرق إيه؟ والمحكمه ان ان يستخدم كل ادواته القانونيه ودفوعه القانونيه لمحاوله الحصول على براءه مثل ان يطلب ان هناك خطا في تطبيق القانون فساد في الاستدلال آه يعني مخالفه الثابت في الاوراق على سبيل المثال ونتمنى لهم للشباب كل خير لكن أنا قرر ف... على, قرر سبيل فيهم. إيه؟ على سبيل الاحتياط الكلي احمد على سبيل الاحتياط الكلي الا نتشدق ونتبجح حلو. بما قمنا فيه من افعال مؤثمه حسب قانون الجزاء الكويتي جميل هناك نواب قدموا اقتراح بقانون هو العفو الشامل قبل ما نروح ندش فيه و يعني بطلبات بعض النواب خلنا نتكلم شنو اساس المشاهد شنو شنو القانون الماده 75 من قانون بالدستور الخاص بالعفو الشامل العفو العام او العفو العام شوف ابو احمد بال عربي بحاول الخصها العفو العام اللي نصت عليه الماده 75 ان الفعل الاجرامي الصفه الاجراميه للفعل الاجرامي لا يعاقب عليه زين؟ لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. الاخوان بالكويتي كذي يبون ان الفعل الاجرامي لمجموعه من المواد لا يعاقب عليها القانون وتكون بدال ما تكون مجرمه تكون غير مجرمه تكون غير مجرمه وفيها شبهه يعني. الفعل هذا الاجرام إيه. يعني شنو المواد اللي يبون يثيرونها من تاريخ حطوها من تاريخ 2011 صح. حتى تاريخ 2000 و أيه. زين يعني معناته هم عشان يطلعون مجموعه فئه معينه من آه ممن يرونهم بوجهه نظرهم ان لا يستحقون آه هذه العقوبات فنحن نتقدم بهذا القانون بس انا ابي الناس تعرف شنو خطوره هذا الامر اولا طبعا هذا في شبهه دستوريه واضحه شبهه دستوريه اي لسببين يعني يمكن الطعن بالقانون في شبهه دستوريه للمقترح المقدم منهم هي. طبعا هو هو ما صار قانون هو مقترح مقدم من النواب ومقدم. هذا المقترح الشبهه الدستوريه اولا يخالف مبدا المساواه في المراكز القانونيه عدل وبالتالي الدستور الكويتي يطالب المستوى صح النقطه الثانيه القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده لا يمكن ان نحصرها م. لفئه صح. من المتهمين او من المجرمين او من الاشخاص دون الفئات الاخرى م. الامر الاخير اللي لا يمكن باي عقل ومنطق يتم ما في دوله محترمه او حكومه محترمه راح تقبل مقترح العفو العام ليش تعال وياي ابو احمد يا ليت شنو المواد هي. شوف يبون كل الجرائم اللي نصت عليها الماده 134 اي شخص اهان بالقول او بالاشاره بحق موظف عام اثناء تاديه وظيفته او بسبب تاديته زين سواء كان موظف عام او محكمه قضائيه او احد اعضائها او احد افراد الشرطه او احد العسكريين او الحرس الوطني اي موظف عام يعني نقول كل خل... مو بس اللي اللي يبونهم يتم عفوا ما كل كل شيء كل شيء تخيل يعني يك واحد إيه. يقول لك حقي بعدان سب, سب... آه... موظف سب عسكري سب طبيب خلاص, خلاص. انت وقفت الماده هذه انت اوقفت ايه هذه الماده اصبحت غير مجرمه بالتاريخ هذا من من 2011 الى 2016 يعني, يعني زي... ضاعت حقوق ناس إيه. التعدي على موظف عام او مقاومته بالقوه والعنف اثناء تاديه وظيفته يعني اللي طاق له ضابط اللي طاق له شرطي اللي طاق له طبيب اللي طاق له موظفه زين اي واحد تخيل بهالسنوات هذه 2011 و2012 و2013 و2014 2015 زين شوف شوف يا والله العظيم انا لو انا نائب اقسم بالله اني استحي اتقدم بهذا المقترح زين اخذ بعد 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 الماده 147 الاخلال بالاحترام الواجب للقضاة يعني إيه. سب القاضي انت شوف الهرج والمرج يعني انت شفت نواب امه مقصوده إذ... مقصوده يعني... يعني شنو هذا مقصوده م... اي واحد يسب القاضي او يخل باحترام الواجب على نش... على نحو يشكل بنزاهته او اهتمامه بعمله اعطى براءه إيه. اخذ بعد اعطى عفو شوف 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 إيه. 200 254 دخول عقار في حيازه اخر بقصد منع حيازته بالقوه او ارتكاب جريمه فيه سواء مقترنا بعنف او أعقب عنف وسواء كان مرتكب الفعل فردا او عديدين يعني اكثر من آه شخص زين هذا بعد يعني اي واحد ايه دخل عقار في حيازه اقتحم بيت آخر جريمه في زين حلو الحين النقطه باكر زين عم على هالسوالف، باكر يجيك واحد بعدها بيوم يجيك نائب يقول لك انا ايضا علي في قضيه علي قضيه اخلاقيه بس هذه في السلطه الحين الفيلم الجديد، السلطه حرضت علي في هذه القضيه الاخلاقيه حطوا لي بعد، قدموا لي مقترح قانون عفو عام. صح يجيك واحد ثاني مزور جنسي مزور الجناسي عطني عفو عام روح عطني عفو عام انا شو اسمه ويجيك بعد لك القصص هذه كلها واحد بس طبعا انا ما ذكرت بعد المساس بالذات الاميريه اي واحد هم يبي يطلعون كل المجرمين يعني بالعربي انت خلطت الحابل بالنابل هذا المخ انزين انزين كل هذا شوف 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 هذا شوف التبجح ليش؟ عشان ما يطالب بالعفو الخاص اللي من حضره صاحب السفن يعني يبي يبين لهم يبي يغرر شوف مسلسل استمرار بالتغرير والله انا اتمنى كل خير لشباب قضيه الاقتحام او غيرهم من الشباب المغرر فيه بامانه وقاعد اكلمهم بصوت العقل وسبق ان احنا تكلمنا بهذا الموضوع يا جماعه لا يدخلونكم الطوفه بالعربي ولا يركبونكم بالباص انا قاعد اتكلم بلغه الشباب اللي عمري ما تكلمت بهالاسلوب لان قاعد اشوف التجاوزات ويبون يضرونهم عشان هم يمشون اجنداتهم ويحطونهم وقود معاهم ويبون يسوون مراكزهم القانونيه بمراكز هؤلاء الشباب اللي بكل تاكيد مراكز الشباب القانونيه مختلفه تماما عن مراكز النواب اللي كانوا في مجلس 2000 ايضا هناك نائب يعني ايضا طلب ايضا العفو العام عن جرائم الراي يعني احنا الظاهر بنطيح كل شيء. اي في الخمس سنوات بنطيح كل شيء. لا راح يجيك بعد، إيه؟ راح يجيك يقول لك إن زين انا قبلها بشهر وانت اذا انفتح الباب هذه اي دوله تقبل على نفسها او اي حكومه صحيح. تقبل على نفسها او اي شعب يقبل على نفسه. باكر بعد اسبوع اسبوعين، هذا غير انها فيها شبهه دستوريه، غير ان استحاله صحيح ان الحكومه راح توافق، انزين؟ أه راح يجي يك... كل واحد يطالب اي شيء قضيه ام دوله قضيه أه فتحنا باب كل شيء فتحنا باب كل شيء افتح افتح, افتح افتح اذا لغينا القانون والقضاء واستقلاليه اذا القضاء إيش كل هذا؟ الهدف الهدف انا اقول لك اول ايه شيء ابو احمد انت الحين مو تقول ان انت عز وفخر وانت تقول ان ما في جريمه في قضيه الاقتحام معدل عدل؟ ايه اذا ايش حق بقانون العفو العام؟ صح انت تناقض نفسك اما ان هذه ان انت واثق بان قضيتك ليس ليست محل تجريم وتطالب بتطبيق وتأييد حكم محكمه اول درجه وبالتالي مطالبتك لجلسه قانون العفو العام او المصالحه سمها ما شئت تناقض الكلام اللي انت تتكلم فيه وتناقض بياناتك اللي انت قاعد تتكلم فيها لذلك شوف التناقض يعني يعني للاسف هم مو عارفين وين يروحون حلو زين لذلك يعني اي رجل عاقل ورشيد ويفهم بالنصوص القانونيه قاعد يطالع مدى التخبط انت الحين شو اللي تبي انت تبي قانون عفو عام معناته انت مقر بان هذه جريمه ووقعت بالفعل بس لكن احنا نبي للظروف اللي صارت في انا ذاك فاحنا نبي العفو انت مقر ان قانون الجزاء يعاقب عليها ولا ولا شنو سبب انك انت حاطها؟ معناتها معناته ان انت ما انت مقتنع بان محكمه التمييز زين راح تصل الى البراءه الجانب الاخر اللي هي فيما يتعلق في النقطه الاخيره في العفو العام ليش ما تطلب العفو الخاص ما يبون والعفو الخاص العفو عند المقدره العفو الخاص يتطلب منهم الاعتراف بالخطا الاعتراف اولا بالخطا وتعتذر والاعتذار ما يبون لحضره صاحب السمو ما يبون البلاد حتى تاخذ العفو الخاص اما اما لا انا بشوف اعطوني عفو سواء عام او خاص لا بس عز وفخر بالقوه زين هذا راح تكرر معناته لو لو عطوك عفو معناته إن انت ما شعرت بالندم ولا شعرت بان هذا خطا ولا علمت بهذا الامر وهذا اساسا حتى من الناحيه الشرعيه غير مقبول لانك انت الفعل اللي الاجرام اللي قمت فيه معتبره صح صحيح فبالتالي اليوم اعطائك العفو بهذه الصوره انا اتكلم حل. عن النواب انما الشباب اتمنى لهم العفو الخاص آه. زين في نقطة مهمة خاصة يعني في جزئية الخاصة في نواب مجلس الأمة. يعني أخونا نائب عادل جاسم الدبخي مقدم لنا مثلا في خصوص استمراريتهم كنواب وأن هذه سابقة لم تحدث منذ عام 62 كما أنها حادثة فريدة وتتطلب طبقا للنصوص السابقة ضرورة رفع الحصانة أولا في مثل هذه الحالات وإلا تم استباحة حصانة أعضاء مجلس الأمم مما يمثل اعتداء على مبدأ فصل السلطات ما رأيك بالنقطة هذه؟ لا كلام يعني وأن التمييز القاضي لا كلام غير صحيح لأن صحيح. طبعا أولا آه المحكمة طلبت رفع الحصانة عن النواب الحاليين جميل تم رفع الحصانة هذه رقم واحد اثنين رفع الحصانة أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة لكن لما يصدر حكم أصبح الحكم واجب النفاذ واجب النفاذ يعني, ده. يعني اليوم يعقل أن المجلس يرفع الحصانة بإيد وبعدين إذا طلع الحكم معجبة يتمترس بالحصانة هذا يعني حتى بالكويتي كذي بالمنطق شلون يصير فأنت اليوم أثناء المحاكمة نعم المادة طبعا ليش الماده تكلمت يعني قانون مم. من قانون لائحه المجلس؟ مم. تخشى من الكيديه، لذلك اثناء المحاكمه او اثناء التحقيق المحكمه تطلب او جهه التحقيق تطلب رفع الحصانه. اذا رفعت الحصانه النتيجه الطبيعيه ان تمتثل لهذا الحكم ايا كان. صح عرفت شلون؟ فهذا الكلام يعني مردود عليه مردود عليه. في بروح بطلع الموضوع الاقتحام يعني تفاجأنا في بيان صادر من مجلس دار جمعية المحامين الكويتية يعني أنا يعني يمكن طلعت عليه ما ودي أقرأ كله أه قريبة يعني جمعية المحامين الكويتية تتدخل أو إنها ما تتدخل وإن قالوا ما في بيانهم من كنا ننأى بأنفسنا أن نكون طرفا في الدعوة إلا أن احترام حق الدفاع والرد عليه بأسلوب لاق هي من الواجبات الأساسية لقيام دولة القانون وتحقيق العدالة وما ورد من ناتح لدخول المقدمه من الكلام التكاتف والالتفاف يعني انا ما فهمت من بيان جمعيه المحامين شنو بالضبط يعني شوف انا على الموضوع ايه دخول مجلس ايه الامه يعني انا بقول لك بصوره عامه سواء اه يعني يمكن شويه اه وعلى فكره هناك بيان ايضا لبعض اه النواب ايه الحاليين يا ايه ايه جماعه القضاء لا يجوز أن نتطرق مم. إلى قضية منظورة مم. أمام القضاء. هذا مبدأ فقهي وقانوني معروف للكافة. مم. النقطة الثانية ليس من المطلوب أن نتكلم عن أحكام صدرت من القضاء سواء استحسانا أو استهجانا. لا نستحسن ولا نستهجن هذا مبدأ قانوني معروف لذلك اليوم أنا بي بقول ما هو الهدف من هذه البيانات أنا أتكلم حتى أيه. عن موضوع النواب لما يروح يكتب له بيان شنو الهدف؟ تبي على السلطة القضايا لأن القضية لا زالت منظورة أنا أفهمها بهذه الصورة أيه. شوف هناك القنوات القانونية المعروفة ما هي القنوات القانونية المعروفة؟ إذا كانت القضية لا زالت منظورة فبالتالي عندك مثلا محكمة أول درجة وبعدين محكمة الاستئناف وبعدين محكمة التمييز هذا حق الدفاع مكفول للجميع أيضا موضوع التعرض لحكم لو كان في ندوة علمية معينة تتكلم من الناحية العلمية تتكلم لطلبة كلية الحقوق هذا أمر آخر لكن أنا لما أنزل بيان شنو الهدف من نزول بيان مو الهدف هم يتصوروا ان هذا التاثير على على اعمال السلطه القضائيه والتاثير على سير القضيه طبعا هذا لا يمكن ان تتقبل المحكمه صح. لان المحكمه ستكون بعيده كل البعد والمحترفين في هذا في في الحقل القانوني يعلمون تماما ان المحكمه لن تتاثر بهذه ولا في بيان صادر ممتاز اليوم مجلس الأمة يبي يعقد جلسة خاصة لمناقشة الأحكام يبون يسمون السجن معتقل للأسف سمعته من بعض النواب ما يعتبر أو إذا لم تلتزم الحكومة بتقديم قانون العفو الشامل أو الشا العفو الشامل إن إحنا رح ننسحب من الجلسة كرسالة سياسية في اعتقادك هذا ما يعتبر تدخل في او تشكيك في القضاء الكويتي وهذا المبدا خطر جدا انه يطرح في قاعه عبد الله السالم. شوف انا حقيقه يعني من هذا المنبر من منبرك يا ابو احمد. اعتب على اخواننا في في السلطه التنفيذيه كحكومه. حلو. عندما ما قاعد اشوف ردود موقف ماكو قانوني سليم يعني احنا نشوف الحين انا مواطن انساني كوزير سابق كنائب سابق انا مواطن وقاعد اشوف الخطا فانا اولا اعتب على الحكومه في صمتها من عدم الرد يمكن في رساله وصلتها الحكومه شيء جيد اللي هي طلب الجلسه الخاصه وردت عليهم لكن هذا غير كافي الحكومة عليها لزاماً عليها لأن هناك من يتأثر يتصور أن هذا الكلام صح لأن الصمت مفاده القبول. وأنا هذه رسالتي أوجهها للحكومة أن أي شيء يخالف القانون على الحكومة أنها على طول تتكلم وتنزل بيان في هذا الأمر، هذا جانب. أيضاً أعضاء مجلس الأمة الآخرين. زين أعضاء مجلس الأمة الآخرين عليهم واجبات المجلس مو بس ال16 17 عشر عشر هناك نواب اخرين اذا شافوا في خطا ايضا عليهم ان يتكلمون ويمس ويبدون وجهه نظرهم الاخرى لانهم يمثلون يمثلوننا الان احنا كشعب مطالبين منكم انتم تنقلون وجهه النظر الاخرى حتى لا يرى الشاب المغرر فيه بان ما يقومون فيه المجموعه هذه هو عين الصواب رغم يعني الفعل المجرم في كل مناحي ما يقومون فيه يعني التعدى على السلطة القضائية من خلال هالبيانات نعم. اليوم الافتئات على السلطة القضائية يعني السلطة التشريعية الآن تبي شو اسمه إذا شافت الحكم لصالحها استحسنته هذا النواب الحكم الشريف النزيه أول درجة يبقى احنا نقول الاحكام كلها ان شاء الله شريفه وعفيفه ونزيهه وكذا سواء اول درجه او استئناف او تمييز لكن القانون القانون وضع درجات للتقاضي لمقتضيات حسن سير العداله في اول درجه وفي استئناف وفي تمييز لماذا وضعت درجات التقاضي حتى نعطي اكثر ضمانه للضمانات الضمانات التي تعطى للمتهم بمقتضيات حسن سير العداله متصارة السجون عندنا معتقلات اصلا فطبعا طبعا هذه معتقل يعني للأسف, ما هي موجوده في القاموس الكويتي اصلا المعتقل تدري شنو معناته ان انت طيور ظلام اتيك لا في نيابه لا في جهه تحقيق لا في امر من قانون يعني اذا حكم محكمه يعتبرونه حكم محكمه اثره يعتبرونه هذا معتقل زين المحكمه اللي صدرت الحكم مو وكم سنه وهي في القضاء فقلت لك فاذا وهذه طبعا للاسف هذا مو بس بالكويت ترى الوطن العربي كله يمر بهالقصص هذه يعني اذا الحكم لصالحه اشاد فيه اذا الحكم ضده زين اعتبره ان هذا حكم سياسي حكم سياسي وطبعا الاوصاف اللي بالها اول مالها تالي زي في طرف ثاني يقول خلينا ننسى الماضي ونبدا في المصالحه السياسيه افتح صفحه قر بخطئك وانك انت قمت بارتكاب هذه الاخطاء وتمنى على صاحب السمو العفو اذا انت تبي المصالحه بعدين هذا جانب بعدين احنا من قال لك ان احنا عندنا مشاكل هذه عندك انت اللي انت ارتكبت جرائم وتحمل مسؤوليتها المصالحه على شنو هو اصلا في مشكله يعني إيه. احمد ما عندنا احنا مشكله ممكن. وين المصالحه مع من يقول لك الشباب الشباب احنا قلنا إيه يعني ناكد على الشباب اليوم قد اخطا فيهم البعض يقول لك يعني اليوم هذا يعني في بعضهم بالعشرينات صغار بالعمر ممكن اذا تم اعترفوا قدام القضاء أو مخطا ممكن ليش في باب الرافه او تخفيف لك احنا مثل ما قلت لك موضوع آه هذه ما تحتاج مصالحه وانا وصلت الرساله للشباب الشباب بالعكس الشباب احنا الان يعني حقهم انا رسالتي لهم خلي مارس دوره القانوني بكل ما يملكه من ادوات دستوريه ودفوع قانونيه يستخدمها في محكمه التمييز وبالتالي ايضا حق الاخر اللجوء الى القياده السياسيه في يعني التمني على صاحب السمو في طلب عفو خاص. زين هذا احنا كلنا متعاطفين معهم واعتقد احنا كشعب كلنا متعاطفين مع هؤلاء الشباب صحيح. بس مساله صحيح. المصالحه الشباب ما لهم علاقه بالمصالحه. المصالحه مع من؟ مع اللي لا زال يعتبر ان حكم المحكمه نتيجته هو معتقل شيء طبيعي انهم اعتقد ان تفاجئ يعني حتى وبعدين مصالحه مع منه احنا ما شايفين اصلا ما في شيء. شيء يعني جرائم ارتكبت حسب القانون تفاجئنا في بيان يقال ان بيان صدر من بعض المتهمين داخل السجن بخصوص اقتحام مجلس الامه ودخول مجلس الامه ينشر عبر مواقع التواصل ان تم سجن 67 مواطن كويتي وان الحكم فيه خلل وعوار و... لم ينظر حتى الان امام محكمه التمييز وطبعا معتقلين من هالكلمات ويناشدون الشعب الك... هم في ذمه الشعب الكويتي الكريم. هذه رسائل توجه لمنو؟ يعني اذا كان البيان صحيح ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني انا افهمها استعطاف مسلسل التحريض استمرار يعتبر تحريض مسلسل التحريض آه نحن في ذمة الشعب وك وإحنا يعني أنت اليوم قضية استمرت تقريبا ست سنوات من خمسة إلى ست سنوات استخدمت كل الأدوات القانونية في محكمة ما بين محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف شنو اكثر من هذه الضمانات ست سنين وانت تستخدم ادواتك القانونيه صح ولا زالت القضيه امام محكمه التمييز ومحكمه التمييز قد تصدر حكم بالبراءه صحيح وقد تصدر بالادانه وقد تصدر بايقاف تنفيذ الحكم واخلاء سبيلهم اذا صدرت تحكم بالبراءه هل راح يشدون بالقضاء <applause> لا راح يشيدون شوف اذا حكم بالبراءه راح يشيدون بس اذا يا حكم ثاني اخر لاشخاص ثله اخرى من المجموعه هذه راح يتكلمون بنفس الطريقه يعني حكم لصالحي شو اسمه اتكلم فيه واشيد فيه وهذه المساله لذلك يعني في مبدا قانوني حتى يعني اغلب الدول العربيه تكلمت في هذا الموضوع في مجلس القضاء المصري يعني لما صارت الثورات وكذا تكلموا عن هذا الموضوع قال يعني اليوم اذا صدر حكم للاسف يبون الاحكام اذا صدر الحكم لمصلحتهم استحسنوا وتكلموا بكل يعني بكل ازدهار فيه واذا كان الحكم ضدهم حاربوا وتكلموا وهذا حكم سياسي وهذا صحيح. السلطه وهذا فيجب ان يعني ينأى القضاء من هذا الموضوع لذلك هناك مواد قانونيه تجرم هذا الامر نعم. لكن للاسف يعني احنا دائما الهون ابرك بايكون ابى اطلع من الموضوع المحور باقي لي سبع ست دقائق وياك الاخيره كنت وزير شلون تشوف اداء بعض الموظفين في الجهات الحكوميه واعرف وانت كمواطن ايضا وعندك مكتب محاماه ومطلع دائما المواطن الكويتي او المراجع الكويتي يشتكي من اداء الموظفين داخل الجهات الحكوميه يروح الساعة 9 يروح الساعة 8 الدوام الرسمي يقول له 8 ونص نبطل مكاتب يروح 8 ونص ما يلقى موظفين ويلقى من ال 50 اللي قاعدين اثنين وثلاثة شنو سبب يعني ضعف الاداء الموظف داخل الجهات الحكوميه شو كنت كوزير شوف انا اعزوها بالاداره الرشيده الاداره الرشيده اليوم اذا انت عندك النيه الصادقه باداره رشيده صحيحه عرفت شلون راح تطور هذه الاعمال اعطيك مثال انا لما كنت في الوزاره ما يمر اسبوع ما يمر اسبوع لازم قطاع من قطاعات الوزاره اللي تتبعني انا ما راح مو امر مرور الكرام اقعد ساعه ساعتين زين واشوف سير العمل واشوف شلون الطريقه واشوف اليوم اذا انت عشت معاناة الموظف او الموظفه وعرفت متطلباتهم وعرفت شنو المشاكل اللي هم يعانون منها انت انت ساعات خليت الموظف مثل العسكري نفذ صح. الامر صح. زين وهو مو قادر ينفذ لان مثلا الكمبيوتر خربان تقول له مالي شغل خلص شو مالك مالي شغل يعني يجيب كمبيوتر من جيبه زين تجي على مثلا اوراق مثلا مو موجوده انت مو موفر للاوراق ولا مو موفر للشغله الفلانيه ولا مو موفر له مكتب يقعد فيه اذا ما عاني ما عشت الأجواء هذه عرفت شلون وشفت شنو هو متطلباته تقعد تعرف شنو السبب الحقيقي هذا مره على مره على مره يصير في احباط هذا الاحباط يصير في لا مبالاه فما يشتغل تلاقي مثلا القسم في عشره اثنين يشتغلون صح رضاء لضميرهم ثمانيه ما يشتغلون لما تقعد مع الثمانيه يقول لك شنو الاسباب؟ انا سويت كذي، رئيس القسم او رئيسه القسم سووا فيني كذي، مجرد ما يعني كانت عندي مشكله بسيطه، ما راعوا الجانب الانساني. وأحمد جيت انا نمت عندهم وهم اللي يدرون اللي اشتغل اللي يعني اللي عرف حقبتي انا نزلت لاصغر موظف في وزاره العدل او وزاره الاوقاف او الهيئات التابعه. فمثلا على سبيل المثال يعني احد الموظفين كان دخلت عليه زين وحاط قدامه ملفات هالكثر وقاعد ياكل السندويشه ولابس تريننج سوت طبعا توهق الحين تفضل استاذ قلت له اه شو تفضل زين تحط السندويشات على الملف على ملفات خلق الله المهم ناديت رئيسة القسم <applause> هذا الشخص من أفضل الموظفين من الناحية الفنية لكن عنده شوية السلوك هذا اللبس على مش عارف إيش تعال يا جماعة والله رئيس القسم يعني يشيد فيه قلت له لا أنا متابع وأدري هو شنو وضعه وأدري أنه هو جيد لكن هذا السلوك أيضاً غير مقبول خاصه قدام المراجعين يعني اللبس شو يعني اسمه الاكل جداً يعني هذه امور الشيء الوطني لازم نحترمه شوي بغ يعني المهم لبس يعني جهه حكوميه جهه حكومية, يعني حكوميه كل هالامور طلعت فيها قرارات وتعميمات ممتاز وكذا والله العظيم ان انا تركت الوزاره والحمد لله, الحمد لله واللي يعني يحمل ذره ضمير يعلم تماما شنو الخدمات اللي اللي قدمناها للمراجعين والمتقاضين يكفينا فخر ان قلت لهم حطيت شعار العداله الناجزه. العداله الناجزه مو بس للقاضي. العداله الناجزه شنو؟ انك انت يعني سرعه الفصل في القضايا، مو القاضي ما يقدر يفصل بروحه. عشان تحقق عنصر العداله في جهاز معاون اعلان الحكم لازم يطلع بسرعه يتوقع صح. بسرعه ينطبع بسرعه ها هذه كلها امور لان انا اساسا كنت في القطاع الخاص تعرف شنو حطينا غير العداله الناجزه حطينا ايضا وهذا مشروع من المشاريع اللي فعلا افتخر في خدمه ناجز م. يجيك الموظف لي عندك يخلص معاملتك بالكامل عن طريق النت أول توقيع إلكتروني في تاريخ دولة الكويت يتعامل مع مراجعين وزارة العدل صحيفة إلكترونية الحمد لله على كل حال ممتاز. حتى لما يعني اليوم ساعات أنا تحم... يعني جتني هجمة شرسة إيه عرفت شلون أبو أحمد ليش؟ لانه صار الحل تقريبا وانا على راس الوزاره فكل شيء طبيعي المنافسين معاك بالدائره خصومك السياسيين انا كنت بالوقت اللي انا متسامح مع صغار الموظفين بالوقت هذا ايضا انا ما كنت متسامح مع من يتجاوز القانون من كذي حارب من القياديين من كذي حربوك الاخوان في وزاره الاوقاف هذه هذه يبي لها حلقه ثانيه حلقه أخوان. بس تاكد المعلومه حلقه ثانيه راح اكتب لك هذه مذكره قريبا وياك راح تكون 1500 موظف وافد انت اخواني مشيتهم من الوافدين مو عشان بس اخوان ايه 80% من بعض اللي كانوا يعملون في وزاره الاوقاف احنا ما احنا بحاجه له ايه ما احنا بحاجه لهم مو معقول انا بحط يعني اذا بتقبل الكويتي انه ممكن آه عمله مدة ساعه او نص م. ساعه فلا اتقبل باي حال من الاحوال شخص غير كويتي صح عرفت شون ياخذ من المال العام وهو لا يعمل فانا شكلت لجنه تحقيق وشيكت على من هم الاشخاص اللي يستحقون آه العمل في الـ الـ الوزاره ايضا طبعا هذا موضوع الـ الـ ايضا الوقف وقف المساجد كان هناك بعض العاملين الوافدين اساسا يعملون بوظائف اخرى بخلاف وقف آه مصارف المساجد وهذا حتى من ناحية الشرعيه ما يجوز فتم الاستبعاد على هذا الـ 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 الاساس ممتاز بدقيقة موضوع تعينات الخبره انا تكلمت في الموضوع هذا اي وانتقدت في انت في هذا الموضوع باختصار شنو اخر نتائجه؟ الانتقاد كان مبني على اساس ان انت اليوم زدت العدد الى 352 صح خبير وخبيره وكان ردي اقول لهم ان القانون الجديد اللي سوينا الاداره اللي سويته العبد الله تقدم مع اخواننا اه اد اه موظفين الخبرة كان اه بحاجه ان لهذا العدد واكثر يا الوزير اللي وراي واكد هذا الكلام زادهم وزاد العدد من 352 الى 570 وكلهم ابناء الشعب الكويتي وكلهم كويتيين ايه. وعليهم بالف عافيه وعلى فكره نحن بحاجه يعني انا مؤيد اخونا الوزير في موضوع الزياده اللي اللي قام فيها واما عمليه انه يقول لك انه والله انت خالفت بالتعيينات الخبرة فيكفينا فخر إن, أن كلهم الآن تم قبولهم سؤال أخير شو تشوف الخلاف الخليجي أنا راح أرتاح بوجود شخصية مثل شخصية صاحب السمو أمير البلاد. <applause> هذه الشخصية هو يقود الربان ربان السفينة وهو يقودها واحنا وياه صح فاليوم انا كمواطن حتى لو ان كنت سياسي حتى لو كنت يعني لي شخصية سواء نيابية او كنت وزير او كذا قائد مثل صاحب السمو ما تخشى شيء صدقت اخوي يعقوب الصاله المحامي يعقوب الصاله شكرا لك على هذا التوضيح وعلى حضورك وياي اليوم وجا واعطيتنا الاجابات التوضيحيه حول الموضوع كثير من القضايا اللي طرحناها وياك يعني. تشرف تشرف محمد شكرا لك أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية برنامج وجه لوجه دعوا الله يحفظ الكويت الكويت أولا الله يصحى الحال